لما ابويا حطني زمان في المكان ده عشان اراعي شؤون العيله ما كنتش اكبر اخواتي، بس هو كان شايف ان انا بس اللي انفع في المكان ده. ستك حلمت بيك من قبل ما تشوفك، حلمت ان انت بتغير كفر الخير لكفر العطارين وبتلم الخير من البلد توزعه على كل محتاج. ستك قالتها لي يا زين، قالت لي عيل من عيالك يا صالح، لما جيت للدنيا قلت هو ده زين وسميتك زين عشان تبقى زينة اخواتك وكبرهم وراجلهم. الايام عدت بسرعة قوي يا زين، كل الحاجات الصعبة اللي عدت علينا وكنا فاكرينها مش هتعدي عدت. عديناها عشان كنا دايما في ضهر بعض. ابويا سليم، انت عارف قبل ما يموت قال لي انت كبير العيلة، والعيلة غرقانة لشيشتها في الدين ولازم نسد الدين. زين العطار فنى عمره على العيلة دي، واللي عمله ليها ما يتنسيش. من بكرة العمودية خلاص بقت لي صبري، ده أقل حاجة ممكن تدفعها لأخوي مكان كل خطوة كان ممكن يمشيها وانت حرمته منيها. انت طبعا عارف جزاء الخيانة ايه، بس اللي منعني عنك اللي ابوك عمله معايا. انتوا ايه حكايتكم بالظبط؟ هربانين من ايه؟ مهربانينش، احنا جايين نشتغلوا. تفهمنا يا رايق، مين الراجل ده؟ الراجل ده سيد الصايغ، بلطجي المنطقة. انت سيد العقلين يا صايغ، خلاص العيال غلطت والسماح مطلوب. انا وافقت ان انتوا تقعدوا هنا لما عباس قال لي ان انتوا عيال غلابه وجايين تدوروا على شغل. الخطر اللي في الشغلانه دي ايه؟ الخيانه. اعوذ بالله يا معلم سيد. بصراحه ربنا انتوا في العمليه الاخيره مخمختوني، طلعتوا رجاله بصحيح. كله بتوجيهاتك يا معلم. بدا علي ليل نهار ربنا يحرق قلبه زي ما حرق لي قلبي على ابويا. اكبر وتعلم عشان تعرف تاخد حقك من اللي ابوك زين حرمك منه سنين ورماك زي الكلب قبل حتى ما تتولد. انا طنطك هناء ام يحيى اخوكي يا عيني، وكنت في يوم من الايام مرات ابوكي، بس مرات الاولى. 65 418. ايه ده ان شاء الله؟ رقم تليفوني. انت اسمك ايه؟ انا اسمي هناء. اسم جميل هناء. انت ايه حكايتك مع البنت هناء بنت الراجل ده؟ عايز اتجوز هناء يا سليم. ما تخلينيش اعيش معاك في خوف وقلق زي ما كنت عايشه مع ابويا. نفذ وعدك يا زين. اللي عاوزه ربك هيكون. انت فاكر ان احنا قاعدين هنا علشان نحمي حتتين سلاح دول؟ احنا قاعدين عشان نحمي حاجه اكبر مني ومنك ومن زين العطار. امانتكم في الحفظ والصون. قبل ما تطمني على الامانه طمني على الاولاد الاول. العيال بخير وامانتكم دين في رقبتنا. جاي تقتلني انا يا عمار؟ انت تعرفني؟ روح يا ابني. ازيك يا صبري؟ الغيبة طولت شوية أنا عارف، هي الدنيا كده، تحب تبعد القريبين، تجرينا طول عمرنا وإحنا فاكرين إن إحنا اللي سايقين، لكن الحقيقة إن هي اللي سايقانا. تاخد الصاحب من صاحبه والأخ من أخوه والابن من أمه. وحشني والله يا صبري، زعلان على كل يوم بيعدي وأنا بعيد عنكم، عشان عارف إن عمره ما هيتعوض. عرفت انك اتجوزت، اوعاك لما تخلف تسمي صالح عشان انا عايز اسمي ابني على اسم ابوي. والله فرحت لك قوي يا اخوي. اخبار امك ايه؟ خلي بالك منها يا صبري، قول لها تدعي لي وعرفها اني ماشي بدعوتها ورضاها عني. امك غلبانه وظهرها مكسور، انا عارف انك مش محتاج وصيه، مالكش بركه الا هي يا صبري. خلي بالك من اخواتك، ادعي لي اخوي وخلي جنب اخواتك وشيلهم. بوس للواد شريف وكل الحبايب، ربنا يقرب البعيد. اشوفكم على خير. اخوك زين. احنا هنبطل شغل مع نشأة الفخراني. ايه الكلام ده يا معلم؟ ده هو اللي مشغلنا. جريوت انت هتعلمني شغلي ولا ايه؟ لا لا العفو معلمي، ما اقصدش. انا خلاص جاي لنا عرض كبير، هنشتغل مع عادل الجبري وده اللي فوق نشأة الفخراني. بعدين اديت الناس كلمه وقريت فاتحه. خلاص دي فاتحه على الغدر يا معلم سيد. الغدر ان انت تغدر ضد نفسك، ما تكونش في مصلحه نفسك. وبعدين انت فاكرني يا زين انا جاي اشاورك واخد رايك ولا ايه؟ انا بس الفتره اللي جايه دي قلقان يحصل عوق ولا حاجه، عايز اشوف الرجاله بتاعتي واقفه في ظهري ولا لا. احنا في ظهرك يا معلم. يبقى خلاص على البركة. اسمعوني كويس،
الكلام اللي حقوله ده لو طلع برانا ممكن تطير فيه رقاب. اخلص وقت من الاخر. خير. معايا مرسال من ناشئة بيه الفخراني. عاوز مننا ايه ناشئة بيه الفخراني عشان يبعت لنا مرسال؟ كتير. حيعوز كتير. وكله بتمن. انا شامم ريحة خيانة، ناشئة بيه الفخراني. وانا وانت بالذات يبقى الكلام رايح في حتة وحشة يا زين. عاوز مننا ايه ناشئة بيه الفخراني؟ المرسال ما يعرفش حاجة غير رسالته. اديكوا هتقعدوا معاه. وتعرف بس لو رضاكوا ترضوني معاكوا انتوا برضو حتة من قلبي. قول له حدد المكان والزمان واحنا هنيجي. طيب. حضرتك عارف معنى الكلام اللي بتقوله ده ايه؟ مالوش اكتر من معنى. انتوا هتبقوا رجالتي. بس ده تمر دم كتير قوي. ما دام الدم مش دمك انت في امان. سيد الصايغ ده يبقى حماية. سيد ده ما ينفعش نتكلم عليه كتير. انا هبعتك عند واحد شغال معايا اسمه سلامه. تخلي بالكم من القلق هناك لغايه ما الدنيا تهدى كده شويه هنا وهجيبكم معايا في القصر وتشتغلوا معايا كل حاجه. قلتوا ايه؟ وعمل ايه ده كله؟ بص يا زين، انا دفعت كتير قوي عشان اسمي يبقى كده في البلد وفي تجاره السلاح. ما ينفعش واحد يفكر يعاديني او يشغل دماغه عليا او يقل مني. انا بشوف الناس كويس قوي وشايف قدامي اتنين بيفهموا ويعرفوا يقدروا الفرصه اللي انا بديها لهم النهارده. انا هدي لكم مفتاح الدنيا دي كلها وانتوا تستاهلوه. انا بقدر اعرف مين يستاهل يكون تحت اسمي. ازيك يا بابي؟ عامل ايه؟ ازيك؟ انا تقريبا دخلت في وسط اجتماع شغل. لا لا، سلمي على الاستاذ سليم العطار والاستاذ زين العطار. فرصه سعيده. انا اسف. اسيبكم انا بقى. قلت ايه في اللي انا قلته لكم دلوقتي؟ هنفكره. ما نفكروش، احنا معاك انا شبيه. بس انا ما فهمش، انت كيف وافقت على طلب نشأت بيها الفخراني ده يا زين؟ عشان هو ده الصح. بس انت قلت انك ما بتحبش الغدر. سيد هو اللي غدر، وبعدين هو نفسه قال الغدر انك تخالف مصلحتك، واحنا مصلحتنا مع نشأت. انت عارف ان انا معاك في ايتها مصيبه يا زين، بس كده احنا بنلعب بالنار. خليك واثق فيا. تروح على وين دلوقتي؟ روح على الحاره. أنا إحنا لازم نمشي دلوقتي. نمشي إيه بس؟ ده أنا عندي لك حتة خبر حلو قوي. خبر إيه؟ أنا حامل يا زين. الدكتور قال إن شكلي هجيب ولد. بتقولي إيه؟ بقول لك هجيب لك يحيى اللي نفسك فيه يا حبيبي. طب يلا إحنا لازم نمشي دلوقتي. في إيه يا زين مالك؟ أنت مش فرحان ليه؟ بدل ما تقولي خش نامي على السرير وكل طلباتك مجابة؟ هبقى أفهمك بعدين، بس لازم نتحرك دلوقتي. فهمني في إيه يا زين اللي بيحصل؟ يلا يا زين لازم نمشي، مفيش وقت. يلا هناء مفيش وقت، يلا نمشي حالا. انا مش هتحرك الا ما افهم في ايه بالظبط. لو قعدنا كده هنموت كلنا. يلا يا زين.